الحب مساء الرضا القوة عليك يا حبيبة قلبي وعشتيني قوي 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 من امبارح آه ماذا يحدث في السودان؟ بيحصل ايه في السودان؟ بيحصل ايه آه للستات في السودان؟ بيحصل ايه للبنات في السودان؟ انا مش حافتي مش هجيب كلام من عندي سكوب امباير منشور او البوست بتاع الانستجرام بتقول حاطين صورة بنوتة فاطمة من السودان فتاة لديها أحلامها التي لم تستطيع إكمالها ما عرفتش تكمل أحلامها علشان بعد اغتصابها خلال الحرب هي وأمها قدام عيلتها لم تتحمل الآلام أو تتحمل آلام الـ الـ والمعاناة ما بعد الاغتصاب واغتصاب مامتها قدام عيلتها انتحرت واقع تعيشه نساء السودانيات يوميا كل يوم من بدايه الحرب ابريل الماضي ظهر دلوقتي على الساحه هاشتاج اسمه احموا النساء من الاغتصاب بعد ما نشرت واحده من الدكاتره رسايل بتسال فيها الست في السودان عن ادويه موانع الحمل علشان ما بعد الاغتصاب للأسف الشديد الأدوية المانعة للأمراض المنقولة جنسيا وغيرهم بيسأل رجال الدين عن إمكانية إن, إن هم يقتلوا نفسهم الستات والبنات بتسأل رجال الدين هل حلال ولا حرام إن أنا أقتل نفسي عشان أنا مش عايزة أغتصب وفقا لبيان مشترك اصدرته هيئات الامم المتحده في السابق تلقت تقارير مروعه عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان بما في ذلك الاغتصاب وذكر البيان ان العنف الجنسي بات يستخدم كتكتيك من اساليب الحرب لارهاب الناس في السودان يعني بقينا بنستخدم السيدات والنساء واغتصابهم ككارت ارهاب. لائحه الانتهاكات الجسيمه بحق المختطفات بلغت حد عرضهن للبيع. في سيدات وبنات في السودان دلوقتي بيعرضوهم للبيع. فيما تمت إعادة بعضهن إلى ذويهن يعني رجعهم تاني لأهليهم بعد ما دفعوا غرامة مالية بعد ما أنا قدر الله بنتي تتخطف عشان أرجعها أدفع فلوس كتير قوي بجانب حالات خطف وحالات استرقاق جنسي والذي يقع تحت إطار العبودية في حتة أنا كنت قريتها آه وضع النساء في السودان من سيء لأسوأ من حالات اغتصاب جماعي وتصويرهن لاذلال الاهالي يعني هما مش بس دلوقتي بيغتصبوهم قدام جوازاتهم وقدام امهاتهم لا بقى اغتصاب جماعي كل البنات وكل السيدات اللي موجودين في البيت وهما بيغتصبوهم بيصوروهم عشان يذلوا الناس ولذلك عملوا هاشتاج احموا النساء من الاغتصاب طبعا هم مش عارفين يبقى في تغطيه اعلاميه كافيه علشان الصحفيين هناك بيتم تهديدهم واستهدافهم بشكل مباشر سكوب امباير طيب نيجي بقى الجزء الثاني شهادات من السيدات والنساء الموجوده داخل السودان ده على بيج اسمها احكي صاحبتي اغتصبوها يا ايمان بحث بحث عن حبوب منع الحمل والاجهاض واحده بتقول يا جماعه من دون ذكر اسماء يا جماعه حبوب منع حمل وحبوب اجهاض في مدني ضروري شديد يا جماعه. انا مش انا آه يعني مش لقطة بقية الجملة راجل بيقول الستات في ولاية في ولاية الجزيرة في و في السودان في حالة هلع شديد حسبي الله ونعم الوكيل قلبي وجعني وانا عايزة اكتب الكلام ده بس في الثريد ده هتكلم عن الاجراءات الطبية والنفسية المتبعة ل للنجيات من الاغتصاب صديقه اختصبت صديقه ماتت لانه ما في اكسجين صديقه عالقه وخايفه جاره فقدت فقدت حتى فقدت حتى القدره تشتري دواء سكري لامها بيتي اتنهب غير اي قصه بتتحكي لي وحرفيا في ابشع وهسي وهسه اهلي في انا مش عارفه في السودان وما قادره اعمل اي حاجه. وهكذا بقيت ايه؟ يا شيخ انا من السودان من المناطق التي انتهكتها الحرب وبسالك عن شيء يؤرقني في حاله في حاله في حالة خفت على نفسي من الاغتصاب لما يهجموا علينا وهو منهجهم واسلوبهم في كل مكان يدخلوه هل يجوز اقتل نفسي؟ احموا النساء من الاغتصاب هو الهاشتاج اه الأكثر إنتشارا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي محاولة لمساعدة نساء وفتيات السودان مش عارفة نقول إيه حول الإنسان أو الطفل والمنظمات والهيئات والكيانات الدولية و... وال... الحاجات اللي هي اللي كانت ال... الالقاب اللي هي اللي هي احنا كنا بنسمعها كده نقول نتخض والهيئات وهيئه المش عارفه ايه وهيئه الايه و... و... وهيئات الامم المتحده وال... فين انا ما حدش عارف بجد محدش عارف. الصحة فين؟ بتوع الصحة العالمية فين؟ حقوق الإنسان فين؟ بتوع انتهاكات حقوق الإنسان فين؟ والحاجات اللي هي كانت اللي هي كانوا بيقعدوا يعملوا لها مؤتمرات و... و... واجتماعات وندوات وجلسات يوان وومن فين؟ فين اليوان بتاع الومن بتاع النساء فين؟ فين فين يا جماعه انتوا فين بتعملوا ايه اختصاب جماعي بقوا عبيد بيتباعوا في الاسواق وقدام ابوهم آآ آآ قدام جوازاتهم قدام اخواتهم من غير قدام حد من غير ما يكون في حد ايه ايه بجد ربنا يرحم اهل السودان وربنا يرحم رجال وسيدات وفتيات واطفال وشباب السودان انا سافرت البلد دي وحبيتها جدا بلاد قعد فيها كتير بلا سبب الحقيقه و لازم يكون في يا جماعه راضع لازم يكون في رادع لكمل انت دي حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما فيش حاجة في إيدينا غير إن إحنا ندعي لهم ربنا يرحمهم ويلطف بيهم أنا مش عارفة أقول إيه يعني بقى عندي بقى بقيت بقى في في مقدمات والله العظيم ما بقيت عارفة أقول إيه مش عارفة أعلق أقول إيه ما فيش في ايدينا حاجه غير ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى وهي حاجه قويه طبعا لانه ما فيش اكبر من ربنا سبحانه وتعالى بس مش عارفه اقول ايه ادعوا لهم واللي في ايده ساعد حتى هناك يا ساعدو. انا انا يعني ربنا يصبر الشعب ربنا يصبر الرجال اللي بتشوف السيدات وهي بيتم اختصابها ربنا يصبر السيدات اللي بيتم اختصابها ربنا يصبر ربنا يصبر الناس ربنا يصبر الناس ويطلعهم من الغمه دي على خير اعتذر عن المقدمه الضلمه دي بس كان لازم نتكلم يمكن يحصل حاجه يمكن يحصل تغيير يمكن يمكن يعني كل واحد فينا بي... اللي يقدر يعمله بيعمله هو ده اللي انا كبني آدم اقدر اعمله ان احنا نعرض الهاشتاج بتاعهم في البرنامج يمكن يحصل حاجه يمكن الله اعلم يعني. الحلقه أه دي أه أه فيها ضيوف كتير وفيها كلام كتير وهنفتح التليفونات على مدار الحلقه كامله لانه الحلقه كلها أه فيها مشاركه ما بين الضيوف وما بينكم سواء مش بس في هدايا سواء في اسئله سواء في جزء ثاني من التسامح اللي احنا قررنا نعمله لان الجزء الاول كان وقته لم يكفي آآ آآ في الفقرات كلها النهارده هفتح فيها التليفونات على مدار ان شاء الله الساعتين علشان لو عندك اي سؤال عايزه تساليه تكلمينا فورا كمان هنفتح صفحتنا هنا بس اللي على الفيسبوك المنشور او البوست الموجوده ليها علاقه بالكلام بتاع الفقرات علشان نسمعكم ونشوف انتوا عايزين تقولوا ايه مشاهدتي عزيزات وبناتي الحبيبات فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس